طيب فكرة توطين التكنولوجيا وكذلك كمان يعني زيادة الاستثمارات للهيئة من خلال التواصل مع الشركاء الأجانب، يعني ده هيتم إزاي يا فندم في الفترة اللي جاية إن شاء الله؟ والله احنا بدأنا أول حاجة اللي هي خاصة بإقامة الهيئة بالدخول في شراكة مع القطاع الخاص فيما يتعلق بأول شركة مصرية لتصنيع عربات السكك الحديدية في شرق الشرق الصعيد. هذا النمط هنكرره في أكثر من مشروع. عندنا يعني ملفات في غاية الأهمية ومتقدمة بشكل كبير، نعلن عنها قريبا إن شاء الله لما يكون عندنا يعني انتهينا من الملامح الرئيسية وثبتنا يعني كل الموضوعات الخاصة بها. إن احنا نشارك، إن احنا يعني نكتسب صناعات محددة بأنها بنديها بحوافز، بنديها كل الإمكانيات اللازمة أنها تتوطن في المنطقة عندنا سواء في بورسعيد أو في منطقة السخنة، اللي تتيح لنا بشكل كبير أن نوطن هذه الصناعات. والأهم من كده بقى حاجتين، أن يعني يتكون حولها الصناعات التكميلية والصناعات المغذية للصناعات الرئيسية، بالإضافة إلى خلق بقى فرص عمل مستمرة، خلق فرص عمل مدربة، خلق فرص عمل جيدة. يعني هل هتبقى في مجالات محددة ولا يعني إيه بالضبط؟ يعني فرص العمل يعني دي تحديدا هيتم التعامل معها إزاي؟ ابتدينا في منطقة السخنة بتحويلها إلى مركز للبتروكيماويات، فالنهاردة عندنا أكثر من مشروع بيتناول هذا الموضوع، فهنلاقي جزء من التخصص في البتروكيماويات في منطقة السخنة، بخلاف طبعا الصناعات الثقيلة اللي اوريدي موجودة هناك بشكل معين. منطقة بورسعيد بتتميز بأنها صناعتها مش صناعات ثقيلة، صناعات خفيفة إلى متوسطة. فبنتكلم على تصنيع عربات سكك حديد، بنتكلم على تصنيع سيارات، وده أحد الملفات الهامة اللي إن شاء الله هنكون يعني بنشتغل فيها بكثافة في الفترة الكام شهر الجايين. بنتكلم على بعض الصناعات الهندسية، الأدوات الهندسية اللي هي يعني هتكون برضو من الصناعات الرئيسية اللي تكون حولها مجموعة أخرى من الصناعات. طبعا عندنا حقيقة مجموعة صناعات مستهدفة وكل واحد له ملف، ويعني أول بأول كده هنعلن عن ما وصلنا إليه إن شاء الله.